نعرف المشكلة معنا. هي ليس ضد الديانة اليهودية السماوية ولا الشعب الإسرائيلي المسالم أينما يكون، ولكن مع الصهيوني المستعمر والمحتل الذي أتى من بقاع العالم ليستعمر أرضي ويهدم منزلي ويعمل على تهجيري ويقوم على قتلي وبدون حق. المقطع الأول سيكون قصيدة صغيرة تعرف بفلسطين، المقطع الثاني تبيان نكبة 48 و67 والتهجير من فلسطين إلى أرض الشتات، المقطع الثالث التوضيح للواقع الآن ما يجري في فلسطين. كلمة شكر أخيرة وتقدير. فلسطين ولو وهب الإله منها الصفاء لجل ما وهب. فلسطين بوركت من فوق 7 سماوات. فلسطين أرض النكبات والغزوات والرباط والمحشر آخر الزمان. فلسطين خلقت لأجل الديانات وبسلام. فلسطين وجدت لكل الرسالات. فلسطين زرعت كل الرسل على كل غصن وثمر. فلسطين انتصرت على كل الغزوات وفتحت بسلام وأمان لكل الديانات. فلسطينية هي أغلى من الشهداء والقبل. فلسطينية كانت ولم تزل. الفصل الثاني. किसी को भी नहीं छोड़ा, क्या वजह थी, क्यों मारा, हम ये पूछना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, इस स्पेन में, इस स्पानिया में, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, पूरी मुस्लिम कंट्रीज ذكرك وذكره الذاكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم يا حنان يا منان إننا رافعين إليك يدينا فلا ترد خائبين. اللهم إننا ندعوك دعاء واحدة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم انصرهم يا حليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والإكرام أن تنصرهم فيما قريب. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انتقم من الصهاينة الطواغيت. اللهم انتقم منهم. اللهم شتت شملهم. اللهم رمل نساءهم. اللهم كما رملوا نساء فلسطين وشرد أبناءهم
كما شردوا أبناء فلسطين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا الدعاء. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم كل من حضر هذا الحضور جازي كل الجزاء حسب نيتي يا أرحم الراحمين. اللهم رد إلى ديننا شبابنا ردا جميلا. اللهم يا رب يا عليم يا خبير إنك تعلم ما نريد. نريد أن تنصر الإسلام والمسلمين في بقاع العالم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر. Hace tres días tuve un debate con una persona y uno de los comentarios que me soltó fue: pero esto de Palestina lleva años, ¿no? Me quedé de piedra. Cierto que lleva años, pero que lleve años no significa que... Pero que lleve años no significa que se tenga que silenciar y normalizar. Pienso que no es un tema de religión, ni de nacionalidades, ni de género. Es humanidad. Y seguiremos dando voz, seguiremos dando voz, porque quien guarda el silencio es cómplice. ¡Viva Palestina libre!